اتمنى يكون فهمت من الدخلة دي ايه اللي ممكن يحصل في الفيديو ده من عظمة واثارة وغموض وتشويق وكل الحاجات اللي ممكن تخلي دماغك تبقى مستمتعة جدا وانت بتشاهد الفيديو ده. قبل ما نبدأ يا صاحبي بس عايز اقول لك على حاجة، يا ريت ما تنساش اللايك كده، عايزين نوصل الفيديو ده يعني 2000 لايك، 2500 لايك، يعني تعمل معايا الواجب كده ونشترك، عايزين نوصل القناة 100,000 يعني. خلاص بقى يلا اشترك بقى. صح فعلا كنت قاعد على نار كده مستني الحلقة دي ان انا اعملها، لان المنافسة المرة اللي فاتت كانت ما بين بوند اليمن وعبود الاسطورة، حرفيا كانت مواجهة جامدة جدا، ناس كتير قالت عبود وناس كتير قالت بوند، فقلنا نولع الفتيل شوية ونضيف عنصر انفجاري في وسط المنافسة وهو الوحش طربون. حرفيا النهاردة الفيديو بيجمع ما بين درعمة وحاجات كتير في بعض كده ولقطات، فانتوا بقى اللي هتكرروا المرة دي، يعني المنافسة المرة دي اظن انها ممكن تكون عادلة شوية لان احنا ضفنا عنصر ثالث، وبالتالي الحمل هيخف على بوند وعبود، ويعني هنشوف مين بقى. انتوا جدعان شوفوا الفيديو، وحرفيا يا جدعان الفيديو جامد جدا، لازم تسيب لي لايك ويلا بينا تبدا المنافسه مع اللاعب بوند اليمن. التاريخ بيتكلم عن نفسه، التاريخ يا جدعان بيتكلم على نفسه، ملك التريكات، ملك التبيكات والهيتشوت. لا حبل ولا قوه الا بالله، الثاني نمر ياخدها ولا خد ثلاث هيتشوتات، مستحيل يا جدعان اقسم بالله، الاداء اسطوري. وايه اللي عمله ده يا جدعان؟ هو عمل ليه ضرب الناحيه دي؟ معرفش بصراحه. سرعه ردود الفعل بتاعته يا اخي رهيبه ومرعبه، وهيت شوتاته كتير جدا يا عيني. وهنا محطوط في موقف سيء جدا، والزون كمان بتجبر اللي قدامه ان هو يبش عليه. هذا غير واحد ولا ايش؟ بالمناسبه هو معروف بالام 7، اسطوره الام 7، وبيلعب في الجيم ده سولو. سموكات ابتدت تترمي، خطة ابتدت تترسم، الناس ابتدت تبوش، الهيلث بيقل بصراحة. بدلة الفرعون ماكس فيها الطمع، اي حد بيحاول ينول الشرف يا عيني على رد الفعل. حلو قوي، اول رخصة اتسحبت معانا. سكواد كامل على فكرة، سكواد كامل، انا شايف في الخريطة، بتلاحظ في الخريطة يا عيني، اداء اسطوري واداء وحش، هيد شوتات وخوص بتطير. عزيزي المشاهد لسه بدري، انا عايزك تصحى معايا كده. فاضل واحد طبعا، اللي طالع دوت شاف صحابه بتعمل فيهم الموضوع دوت. شوف فاضل 10 دقائق، تركيز مليون يا عمري. بينقل من مشهد لمشهد بعظمة لعظمة يا عمري الادراك. كل الاعدادات بوند يتحدث. ايه بقى لغة بوند؟ لغة بوند هي الهيد شوتات. لك يمين يا ربي يا ربي، مش هقول لك ان هو ملك الجسر او ملك سكول او كده، فاهم؟ بصراحة أنا شايفه بيأدي في أي مكان. كور ام 7 أسلحة صعبة بيأدي بيها. شوف شوف بيعمل إيه مع واحد كمبورة. بوند أتحدث يا جماعة. يلا نمشي، يلا يلا صاروا على الكنيسة. إيه عاش قوي. موقف المطار يا جدعان تحكم كتير قوي. سردات كتير. الكامبورجيه كتير قوي. حلو قوي، شفت السلاح جاله فين؟ السلاح المحدد. اوه يا ساتر. عارفين يا جدعان هو مميز بايه؟ مميز بالجامب كراوتش بتاعته. ورا 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 ورا. لا يا عيني. شوف دمه، شوف دمه، شوف الموقف. زيرو كيل وصاحبه متنوي، ورغم كده بيأدي. تبيكه شمال قويه جدا. تاني نيد دمه تفى يا جدعان حرفيا. هنا اقدر اقول لك ان بوند اسطوره ببجي موبايل بهذا الموقف لوحده. اوكي هنا بقى ننتقل للاعب تربو، نخش على مشهد في موقف صعب جدا يا جدعان. حلو قوي حلو قوي، بيعمل لقطه بالاوم جوه سكول، مسافه قصيره.
الاول في الثاني الثاني. ودي يا طربون عاش قوي عاش قوي. عودة طربون برضو مش هقول لك قوية جدا بس ياخد فرصته بس. حلو جدا طربون على فكرة لاعب مميز حاجات كتير والفلكات دي ميزة من الميزات ميزة من الميزات. شوف 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 ده بكل وضوح جدا هيتشوتات جامدة جدا تنافس بوند. انا اقول لك تنافس بوند لانها انا شايف انها نفس الاداء كاللقطات الفلكية اللي هي اليمين والشمال. يعني حلو قوي رد فعل جامد جدا من طربون وهو بيبش على حد. وقعد على الشمال خالص يا جعانك وقعد على الشمال خالص. رجع طربون ابتدت تضيف لقطات جامدة جدا وان شاء الله يعني هيبان معانا كتير يعني الفترة الجاية. حلو قوي حلو قوي جيم ده سولو سكواد اخوي. حلو قوي اهم حاجة يا جدعان رد الفعل السريع ولسه الموضوع بيسخن لسه الموضوع بيسخن. حلو قوي ايم مع العلم يا جدعان الايم دوت على دي بي اي عالي. طربون بيلعب بدي بي اي عالي قوي يمكن هو مش مهتم بموضوع الحساسيه ما اعرفش ليه ما اعرفش ليه يمكن لو اهتم بحساسيته شويه يظبط الكلام يظبط حساسيه كل سكوب ويركز مع الموضوع يظبط معاه. اوكي عايز اقول لك في تاريخ يثبت ان طربون ملك المطار. حلو جدا هو على فكره يا جدعان بيعرف يلعب جدا. او ماي جاد هو ليه اللعب اللي قدامه جلش يا جدعان بس انا مش فاهم ايه الفكره. حد يقول لي ازاي بس جامد جدا. حد يقول لي ازاي البلاير ضاق ازاي. وعلى فكره هو اقوى في الجيم ده اعتقد جاب في في الجيم ده حوالي 23 كلاية سولو سكواد. الموضوع مش سهل والله ده غالبا ان الناس كلها اللي بتنزل على ستريم سنايب تيك توكر. اللاعب عبود بقى نخش بقى على الفن وعلى الهدف. سكواد كامل سكواد كامل دم عبود النص. يا عيني على التغييرات السريعه جدا يا جدعان. يا حرام اسرع رد فعل سحب اتنين خلص الفايت ثواني. اوكي لسه الموضوع بيسخن يا جماعه لسه الموضوع بيسخن. بيسخن بايه؟ بيسخن بليد شوتات. سحب رخص من الدرجه الاولى في وسط مدعكه. انتوا عارفين يا جدعان ان دايما عبود بيرانك فوق بيلعب فايتات عاليه جدا فلما يكون الزون الاخيره موجوده بيحصل ايه؟ اقول لك انا بيحصل ايه. بتلاقي مثلا ان الزون فيها حوالي عاش قوي حوالي بتاع الزون الاخيره فيها 20 واحد فالموضوع بيبقى صعب. حلو قوي عبود مسك سنايبر والدنيا بقت جميله. عايز اقول لك ان دي كانت من اصعب الفايتات اللي عبود عملها. قوة جمدين في القلب يعني ان انت تبوش. اي نعم في ناس في ظهرك بس انت كان ممكن تاخد نوك فينش ورغم كده يا جدعان بيبوش لوحده معرفش ليه بصراحه بس هو بلع نص الجيم لوحده. عاش قوي. الاداء يا جدعان الاداء والله الاداء يتحدث الاداء يتحدث. شوف بقى شوف شوف كلامي لما بقول لك ان الزون الاخيره بيبقى بتبقى عامله ازاي في الرنكات العاليه. اوكي عاش قوي. على فكره الاجيال دي طازه يا جدعان لسه بص التحديث الجديد. حلو قوي خش بقى على الجد. نخش على الجد شويه. تعمل ايه بقى لو انت مكان عبود في الزنقه السودا دي؟ حلو جدا. في واحد وقع اللي هو مين؟ اللي هو امجد صح؟ في اتنين اسمهم عبود يا جدعان في السكواد. اوه الاتنين وقعوا كده. روح الفريق فين؟ روح الفريق اللي يحافظ عليها عبود. عاش قوي. الكروس فايت ده يا جدعان مش صعب قوي يعني قصدي الكروس فايت ده مش سهل قوي يعني مش سهل خالص يعني بالمره.
يعني كل الناس الاستريمرية بصراحة يعني الموضوع بيبقى صعب معاهم بالنسبة ل بالنسبة للستريم سنايب. اوه يا لهوي على بص بقى ريفلكس جامد جدا، رد فعل حلو قوي علشان يكفر نفسه ويكفر العربية بتاعته واللي معاه في التيم. بص ردود الفعل، ردود الفعل وانا اوبن، انا سهل جدا ان انا اتجاب ولكن عاش، ولكن عاش. فظيع يا جدعان، اقسم بالله جامد جدا في المواجهات القريبه بصراحه، وانا شايف ان في اداء اسطوري جدا، ويعني ممكن ناس كتير انا عارف اجاباتكم، انا عارف اجاباتكم، بس خلينا ندي المساحه لناس جديده تخش معانا المنافسه والكلام ده. فانتوا يا جدعان شوفوا مين الاحسن، لو تعرفوا لاعب محاكي جامد جدا بيعمل لقطات اكتبوا لي عليه في الكومنتات يا جدعان، ويا ريت يا جدعان نوصل الفيديو ده 2000 لايك نشترك في القناه، عايزين نوصل 100,000 يعني، ساعد اخوكم عايزين نوصل 100,000 مشترك ونفرح كلنا وننبسط، وعشان برضه استمر يا جدعان. فاشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.